السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. كنرحب بكم في فيديو جديد من فيديوهاتي. اليوم جاتني الفكرة أنني نحضر باداز أو كسكسو بالذرة. باداز كاينين بزاف الأخوات أو المبتدئات اللي كيغلبهم في التحضير، لأن طريقة التحضير ديالو خاصة، ماشي بحالو بحال الكسكسو. فداكشي علاش قررت اليوم أنني نحضر لكم هاد الطبق الشعبي بطريقتي، وتبعوا معايا جميع المراحل ديال التحضير باش تنتوما تحصلوا على باداز ناجح 100%. كنتمنى لكم فرجة ممتعة. اول حاجه بطبيعه الحال درت اللحم ودرت عليه البصله. من الاحسن انكم ديروا البصله شويه زايده باش كيجي داك المرق ديال او البلول كيجي ملبي. فدرت عليها شويه الملحه من الفوق، وغنخلي الحيمات والبصله ديالي غنخليها تشحر مزيان فوق العافيه صافي. ومن بعد غنتلاقاو باش نشوفوا التوابل اللي كندير في الطنجره ديالي. ملي كيتقلى اللحم غنضيف سكينجبير. كيف ما شفتوا ضفت مطيشه، باداز كيبغي مطيشه، كيبغي مطيشه. يعني ممكن انك تشدي غير مطيشه تشديها وتقسميها على اربعه وتلوحيها فيه بالجلوف ديالو بكل شيء، يعني الجلوف ديالها عفوا بكل شيء صافي. وغنضيف شويه صلصه الطماطم. بالنسبه لصلصه الطماطم فهي اختياريه، اللي بغات اللي ما بغاتش بلاش. نضيفها شويه باش كتعطي داك اللون، او وضيفوا حتى البزار. انا ما كنطيبش بالبزار، غنبلل كما قلت لكم، من الاحسن تكون امها طيبه صافي. غنبلل البقيات اللي عندي صافي، غنخليها تطلع فيها الغليه وغندير فوق منها الكسكاس. بسم الله غنبدا. درت الذره ودرت شويه ديال الملحه. حاولوا انكم ما تكثروش في الملحه، لانها الذره كتشكر الملحه. بالنسبه للماء فانا حطيت حدايا زلافه الماء ومغرفه. كنبدا نسقي في الذره او في الطحين ديال الذره بشويه بشويه، وكنبسبس ديك الذره، كنبسسها بيديا باش ما يتكونوش ليا دوك الكويرات، لانهم الا تكونوا ليا الكويرات في الدقيق ديال الذره فيعني يستحيل او كيصعب عليا انني نفك هذوك الكويرات. فدائما وكنأكد على هذه المساله هذه، وهي ان بشويه بشويه، يعني قياس تاع الماء، يعني مثلا بالمغرفه بالمغرفه ديال الماء باش ما تكورش ليا الذره صافي. هذه هي الطريقه، يعني هذه هي اسهل طريقه، او هذه هي الطريقه المثلى باش كنبسس الذره. يعني ما كنكثرش ليها الماء، وكنحاول انني نفركها ما بين صباعي او نفركها ما بين يديا باش ما تكورش ليا. هذا هو سر نجاح اللي كنفتل به الطحين ديال الذره او باداز صافي. انا كملت الفتيل ديال الباداز، دابا غنديرو في الكسكاس. كيجي رائع هذا باداز زموري، هذا جاي من ازمور. هذا الباداز هذا من ازمور حتى جا للطاليان باش نصاوبو باداز. هانتوما شفتو، هانتوما راه ما كتخلوش هذا السميده ديال او هو الطحين بصراحه، يعني فهمتي، مخلط سميده وطحين، يعني ما كتخلوش يكور، لانه ولا كور لكم ما غايجيش زوين باداز، غيبقى مكور لكم طول. يعني فهمتي تقولي انه غيطيب وغنحلو بالماء، لا،
لانه اصلا ما كيبغيش الماء بزاف، اصلا ما كيبغيش الماء بزاف. حتى هو غنفوق البداز ديالنا، ها هو يا فار. غنقلب دابا السميتو، هنا كاينه واحد الطريقه اخرى الاخوات، هي ان لما بغيتيش ديري ديريكتومون الملحه في باداز، ممكن انك ديري الماء مملح، يعني كتحطي الماء كديري فيه شويه الملح، لانه بعض المرات كتكون الملحه غليظه وما كتذوبش مع واخا كوكين ما كتذوبش مع التفوار، فمن الاحسن ذوبي الملحه في الماء وتسقي بها باداز. دابا انا كنسقي باداز، قبل ما يبرد، لانه هو سخون كيشرب الماء ما كثرش في نفس الوقت، وما ديروش يديكم، راه سخون بزاف. شتي هانتوما قد ما صدق لكم باداز في الاول قد ما احسن. علاش؟ لانه لا كور لكم في الاول صافي، يعني ما كيصدقش باداز، ما كيصدقش الا تكور في الاول باداز ما كيصدقش. صافي غنفكو كامل بحال هكايا عادي بحال الكسكسو، غير هي ما تكثروش ليه الماء، لانه الا كثرتو ليه الماء غيجي كيف غنقولو غيجي ميه، وما غيشربش لينا ديك البنه او ديك اللذه ديال البلول. ندير دابا يديا باش نفك، ولكن بشوية بشوية ليكم، لأنه راه سخون بزاف. صافي بحال هكا غنبقى بحال هكايا حتى غنبردو، وغندوز باش نرمي الخضرة، يعني عادي بحال أي كسكسو، غير هذا اللي كتزيدي عليه هو أنك ديري فيه الفلفلة والدنجال، أو ممكن انه ديري تخضريه، غتزيدي مطيشه حيه، وغتزيد ديري هذا، وغديري الفلفله والدنجال، هو باش هو اصلا هو باش هادشي باش كيفك باش يديروا الخضره اللي كترافق بها الداس، هي خيزو والدنجال والفلفله. غير هي حنايا يعني راكم عارفين كنبغوا نستافدوا من الخضره، يعني ضروري من الخضره نديروها في باداز ولا في الكسكسو، يعني كنبغوها تكون واجده. شتي انتم شيه انتم راه اصلا من الفوره الاولى كيبان لكم انه بدا كيطيب، ها هو صافي. دابا غنديرو في بعد ما برد ليا نديرو في الكسكاس ونرمي خيزو ونرجع ندير الفوره الثانيه. هنا درت خيزو ودرت ليشو او المكور ودرت القرعه، يعني انا كتعجبني الخضره في الكسكسو بصراحه، كتعجبني الخضره في الكسكسو. اخر حاجه غندير هي غندير من بعد غندير الفلفله تطيب ليا الفوره الثانيه، غندير الفلفله وغندير الدنجال وغندير ربطه ديال القزبر، ربطه ديال القزبر، القزبر كنخليه هو الاخر باش كيعطيني ديك النسمه ديال للكسكسو او للمرقه. كيف ما كتشوفوا المرقه ديال باداز راه ما كنديروش كثير، ما كنديروش باداز ما كنديروش المرقه في باداز، يعني في الكسكسو ديال باداز ما كنكثروش المرقه، ماشي بحال الكسكسو لانه هو ما كيشربش بزاف المرقه، فلذلك خاص المرقه تكون شويه خاطره ملبيه باش يعني تطلق البنه ديالها مزيان في الكسكسو. مهم دابا غندير الفوره الثانيه في فوق من النار يتفور ليا ونطلقوا. رجعت معاكم انتما، بالنسبه لها هي الخضره ديالي بدات كطيب، حيت سميتو حيت هذا حيت الباداز، غنرمي دابا الخضره اللي باقا، غنرمي الفلفله وندير
ربيطه ديال القزبر هي اللي غرميها، وغرمي الدنجال. انا عندي هاد الدنجال الصغاور، ها الدنجال الصغاور كيجي زوين، غرميه شتو غرميه هكا صاين صافي. وغنعاود التفويره ملي غنعاود التفويره ديال باداز، ما غنديرش فيها لا ما غندير فيها شويه ديال زيت العود، شويه ديال الزيت البلديه، ما غنديرش فيها لا سمن لا والو، لان باداز ما محتاجش السمن، يعني هو اصلا بنين، يعني ما محتاجش نديروا ليه السمن باش نزيدوا نبنينو. غندير غير بالزيت البلديه هي اللي غندير صافي. وغنرجع ندير الفوره الثالثه، الفوره الثالثه غنخليها شي 15 دقيقه، 15 دقيقه صافي، وغنسقي وغنتلاقاو باش نشوفوا القصريه ديال باداز. ها هو يا باداز وجد. اللي ممكن ننصحكم به هو انكم دغيا ديروه في القصريه وما تخلوهش يبرد، لانه الا خليتوه يبرد ما غيشربش لكم اللبن. صافي وغنبدا نسقي بحال هكا، ولكن ما نعطيش البلول بزاف. انا اصلا ما درتش البلول بزاف في الطنجره او في البرمه، باش لانه ما كيبغيش البلول بزاف باداز، ما كيبغيش البلول بزاف. صافي غير شي مغيرفات، يعني شي 4 ولا 5 المغيرفات لا غير، لانه ما كيبغيش. ها هي القصريه ديال باداز واجده، قصريه عبديه على حقها وطريقها، على حقها وطريقها. انا بصراحه ما كنتش غندير هذا الفيديو نهائيا، ما كنتش كنفكر انني ندير باداز، ولكن هذا الفيديو درته على حساب اختي الهام في فرنسا، اللي كنوجه لها تحيه، ومن هذا المنبر كنوجه تحيه لكل الجاليه المغربيه اللي في فرنسا وفي جميع دول العالم. فكنقول لك الهام، ها هو يا باداز كيفاش كيجي، وهذا الفيديو راني درته على قبلك باش تعرفي تصاوبي باداز. المهم كنتمنى اخواتي ان الفيديو يعجبكم، وان طريقتي في تحضير باداز تعجبكم، وكنتمنى لكم الصحه والسلامه، وتكونوا ديما بالف الف خير. كنشكركم على الدعم، وكنطلب منكم مزيد من الدعم، مزيد من الدعم، لان بالدعم ديالكم باش غنزيدوا القدام ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.